30 من إبريل من عام 1998، وفاة الشاعر السوري نزار قباني. التحق نزار بوزارة الخارجية السورية حيث عمل بالسلك الدبلوماسي، ويعتبر نزار من أشهر رواد الشعر الرومانسي بالوطن العربي، وقد كتب الكثير من القصائد الشعرية حول المرأة، كما ألف الشاعر الكبير الكثير من الدواوين الشعرية مثل حبيبتي وأنت لي، وقد غنى للشاعر الكثير من مطربي الوطن العربي كالمطرب عبد الحليم حافظ وقاسم الساهر ومجد الرومي ونجاة الصغيرة.